اختلطت مشاعر الفرحة العارمة بالحزن الشديد لدى الأسرى المحررين الذين أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة. أعرب العديد من الأسرى المفرج عنهم عن حزنهم الشديد لما ألم بسكان قطاع غزة من دمار شديد جراء العدوان الإسرائيلي. ارتياح ممزوج بالحزن بالنسبة لهؤلاء الأسرى الفلسطينيين الذين أطلقت إسرائيل سراحهم بموجب صفقة المحتجزين المتفق عليها مع حركة حماس. في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وعلى الرغم من سعادتهم بالحرية، أعرب هؤلاء المحررون عن ألمهم وحزنهم الشديد لما يحدث في قطاع غزة من مذابح ومجازر بأيدي العدوان الإسرائيلي. حريتنا لم تكتمل إلا لتحرير آخر أسير بسجون الاحتلال. مشاعر الفرح مغلفة بالحزن على المجزرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق شعبنا بقطاع غزة. بنوجه تحية الوفاء والنصر لأهلنا بقطاع غزة. فاليوم نقدر نحكي إنه إحنا حطمنا السلاسل، أغلقت زنزانة التحقيق. أهالي المحررين أعربوا عن سعادتهم بعد الإفراج عن هؤلاء المعتقلين على الرغم من المعاناة التي مروا بها على أيدي الاحتلال. تمنى صارت الصفقة، وهي الحمد لله اللي طلعت. إحنا طبعا حين مبسوطين، بس مبسوطين 30%، 70% مش مبسوطين بالنسبة للظروف هاي الصعبة اللي في غزة. الدمار ديسترويد، هذا الدمار الهائل والقتلى بالآلاف والأوضاع الصعبة، فمش مناسبة إن نكون مبسوطين. الهدنة التي حملت بعض الهدوء لسكان غزة البالغ عددهم نحو 2,400,000 نسمة، حملت أيضا بعض الأمل للشعب الفلسطيني في تحرير ما تبقى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعودة الحديث مجددا عن ضرورة إيجاد حلول عادلة وجذرية للقضية الفلسطينية التي أهملت لسنوات طويلة. رحب الاتحاد الأوروبي ببدء سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ بنود الهدنة بالكامل كخطوة أولى نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع المستمر في القطاع، معربا عن أمله في تمديد الهدنة لفترة أطول مع إطلاق سراح جميع المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة دون أي شروط خاصة.